بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري. شيء واحد يزيل همومك ويزيد فرحك ويكفر ذنوبك، يغفل عنه كثيرون. علماؤنا الأعلام يقولون بأن الأمر والشيء الواحد الذي يزيل همومك هو دعاء الفرج للإمام الحجة المهدي المنتظر عليه السلام، لصريح قول الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه أينما كان، يقول: أكثروا من دعاء الفرج فإن فيه فرجكم. وليس هذا معنى بأن الفرج الجمعي أي بظهوره المقدس، لا لا، كذلك بمعنى الفرج الفردي. لدينا فرجان كما يقول علماؤنا الأعلام، هناك فرج جمعي، وهذا الفرج الجمعي لا يأتي إلا بظهوره المقدس، وهناك فرج فردي، أي أنك تكثر من قراءة دعاء الفرج: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة إلى آخر الدعاء. فيأتي الإمام سلام الله عليه إما لك في عالم الرؤيا، وإما أن يرسل لك أحد، أو أنه يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى فيقضي حاجتك ويزيل همك. آية الله السيد العارف شهاب الدين المرعشي النجفي قدست روحه الزكية يسأل شابا: كيف قضى صاحب الزمان سلام الله عليه لك حوائجك الصعبة؟ كان هذا الشاب مريض بمرض عضال لا علاج له، وكان ليس لديه ذرية، زوجته عقيم، وكان فقيرا فقرا مدقعا. فقال له هذا الشاب لآية الله أسي شهاب الدين المرعشي النجفي، قال: لقد أكثرت من دعاء الفرج، فلقد كنت أقرأه دفعة واحدة في مكان واحد 100 مرة. أجلس في خلوة بيني وبين الله سبحانه وتعالى وأستغيث بصاحب الزمان وأقرأ دعاء الفرج 100 مرة، وفي ليلة من الليالي وأنا نائم رأيت صاحب الزمان سلام الله عليه وبشرني بزوال هذه الهموم. أولا شافاني من مرضي الذي لا علاج له، ثانيا قال: سيرزقك الله سبحانه وتعالى أولادا، ورزقني بولدين، وقال بأن الله سبحانه وتعالى سيرزقك مالا. وعندما عادت لي عافيتي وجدت عملا سريعا في إحدى الأماكن، وتطور العمل وأصبح خيري كثيرا. هكذا الشيء الواحد هو التعلق بصاحب الزمان سلام الله عليه، بصاحب زماننا هذا الذي هو لا ينزل رزقه إلا من خلاله، ولا يأتي زوال هم إلا من خلاله، ولا يفرج الله سبحانه وتعالى عنك إلا من خلاله. نحن نعلم بأن الحبل المتصل بين السماء والأرض هو صاحب الزمان سلام الله عليه، والرحمة النازلة من السماء إلى الأرض من خلاله تنزل. لولا وجود الحجة لساخت الأرض بأهلها، لأخذ الله سبحانه وتعالى أهل الأرض بذنوبهم، ولا ما أبقى منهم أحد، ولكن لوجوده المقدس، يعني بمعنى كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ما دمت أنت فيهم فالله لا يعذبهم، يرحمهم، ينظر في أمورهم، يقضي حوائجهم، ولكن من خلالك يا محمد ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا ما دام صاحب الزمان عليه السلام موجود، أكثر وأكثري من دعاء الفرج، وإذا استطعت أن تقرأه 100 مرة فهنيئا لك، أنت من الفائزين بشفاعته وبزوال همك وغمك قريبا وبقضاء حوائجك جميعا. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.